طيب اذا الانكار سيرفي هدفين له. اذا هدفنا نفهم الانتر فلور ترافيك او تو كوانتيفاي ات. بس مش بس هيك، وكمان بنقدر الان نربط القوه الريليتيف سترينث تبع الانكمينج والاوت جوينج والانتر فلو. طبعا بتكون انه عندي شخص بده يوقف داخل الكار، بعمل ريكوردينج لدخول الناس وخروجهم وعدد الناس وكل التفاصيل هاي. اعطيكم مثال عليها، مثلا عندي هون رح نعملها خمس دقائق خمس دقائق، هذا المثال اللي انا حاطه هون في التيبل 9 و10، فبدينا الخمس دقائق تبعت ال 9 و10 يعني 0 9 10 0 0 بدنا نكون دقيقين، بدينا من هذا الوقت. شو صار عندي بالفتره هاي؟ سلاش، السلاش هي توقف على طابق، هذه كونفنشن هون مش شيء عالمي او شيء احنا هون بنستعمله. عندي هون جراوند يعني وقفت على الجراوند فلور، عندي أربعة إن دخل أربعة ركاب، فور إن سلاش صارت من طابق لطابق تحركنا، رحنا على سكند فلور، وعندي هون ون أوت ون إن. هاي هون المهمة يعني هاي مهمة ون أوت أربعة إن طلع واحد. هلا واضح انه الواحد هذا من هدول الاربعه. حتى الحقيقه انا يمكن كان المفروض اني احط هون دبل سلاش عليها، بعدين بنشوف شو الدبل سلاش. الدبل سلاش ريفرسال، فانا هون عكست، هون دخل عندي اربعه، مشيت هون طلع عندي واحد، بس دخل واحد. هذا الواحد واضح طبعا هون انا مفترض انه السكند فلور مش هو اوكيبنت فلور فنفترض راح نحط هون بين قوسين اوكيبنت، راح احط هون بين قوسين هذا انترنس اكزيت فلور، انترنس اكزيت فلور واوكيبنت فلور. طلع عندي واحد طلع واحد دخل، بعدين رحنا من الثاني للخامس. هلا انا ما بعرف الخامس راح بسبب هذا اللي دخل هون، بس ما بياثر، بعدين راح تشوفوا انه ما بياثر، بقدر اعرف الهاي. هلا على الخامس عندي تنين اوت. الصعوبه هون صعب اسجل التنين اوت، هل واحد منهم واحد الان هون مش مشكله، بس احنا بنسجل انه اثنين اوت. فعلى الخامس وقف وطلع تنين اوت، بعدين راح على الحادي عشر، والحادي عشر عندي كمان اثنين اوت، وبعدين راح على عشرة ودور. هلا ليش راح على عشرة ما بعرف، يمكن كاين رايح باركينج بده ينزل، يعني خلص الوقت وقف، بده ينزل من 11 لجراوند وبعدين من هذا ما طلبوش فنزل على 10 ووقف على 10. هلا هذول خلص زي ما انت حكيت، عندي 4 ان طلع 1 2 هي 5 مضبوط، ودخل عندي واحد هون. هلا لو طلعنا هذا الترافيك شو بنقدر نستنتج منه؟ بنقدر نستنتج منه اشياء مش هيك؟ عندي 4 طلعوا من هون وراحوا على الطوابق اللي فوق، اذا في عندي 4 باسنجرز هم انكمينج ترافيك، وعندي واحد دخل من اثنين وطلع سموير ما بعرفش وين، بس ما بيهمني كثير. بقدرش على فكره اطلع الماتريكس الديتيل ماتريكس، بس بقدر اقول انه هذا الباسنجر انتر فلو. تمام بالضبط. هلا بعد هيك بعد 10 وجدنا انه الباب ما فتح، فما فيش طلب، هو ما كان بيستجيب للطلب لسبب معين، راح على 10، يمكن يكون باركينج، يمكن بصحح وضعيته في العماره وبستنى. هلا راح على الثالث، فمن هون راح على الثالث فلور، وثيرد فلور عندي واحد ان بس من هون، وبعدين راح على الجراوند فلور، وعلى الجراوند فلور 10 ان واحد اوت. مين الواحد اوت هذا؟ واضح انه هذا ايش الترافيك صار؟ اوت جوينج. تمام صار عندي اوت جوينج خلال خمس دقائق، وعندي 10 دخلوا من الطابق الارضي. هلا ال 10 بدهم يروحوا يتوزعوا بالشكل التالي، عندي سكند 2 اوت
سادس، سبعة أوت، الحادي عشر واحد أوت. شو صار عندي؟ بعدين رحت على الجراوند، مفروض خلصت مش هيك؟ هل خلصت؟ عندي كم واحد دخل؟ دخل عشرة، اثنين وسبعة وواحد. أوكي؟ هلا هون عندي النقطة هاي جراوند 5 إن، اضطريت إني هون أعمل في عنا إشي حطيناهوش إحنا مزبوط، لازم أعمل ريفرسل. هون عملنا ريفرسل. أوكي؟ كويس تحط الريفرسل، هاي بتبين لي إنه هاي لما بعمل ريفرسل بكون مفروض خلصت كل اللي كان مطلعهم معي وبدي أحمل ناس أنزل فيهم، فهذا كأنه ريفرسل، بحط الريفرسل هون. وكمان في ريفرسل تاني هون. مظبوط؟ نزلت من الثالث على الجراوند. ثلاثة، يعني هون بقدر أحط الريفرسل هون أو بقدر أحط الريفرسل هون. هون كأنه بدأت الجيرني، جيرني جديدة. هلا هون اضطريت إني أنزل أنتقل لتسعة. 15 00 من هون ونكمل بهذا الشكل ومنكملها. هاي بصير خمس دقائق بعدين بده حد يقعد شوي شوي يحللهم هدول ويطلع الباسنجرز. هلا من هدول بنطلع كم خلال الخمس دقائق هدول؟ شو كان عندي؟ كان عندي أربعة، هدول أربعة انكمينج مش هيك؟ إذا خلال الخمس دقائق هدول كان عندي أربعة انكمينج، بعدين واحد كان انتر فلور ولا ايش؟ واحد انتر فلور، وبعدين ايش صار عندي؟ واحد اوت جوينج مش هيك؟ واحد اوت جوينج ترافيك، ورد اجاني قديش؟ 10، وكانوا كلهم انكمينج. اذا 4 زائد 10 بصير 14. احيانا مصعب بصير مظبوط. خلص ما بقدرش اعمل شيء، بدك تنتبه على الخمس دقائق. لما يخلصوا الخمس دقائق لازم تنتقل للي بعدها من هون. هلا هدول لما بعملها فترة طويلة مثلا خلال نص ساعة بجمع كل هدول، بقسمهم على يو، بعطوني نسبة، بعطوني الريلاتيف سترينث تبعت الترافيك.